هرجع لك في الحته اللي بتحبها الزمالك يا كابتن كمونه، عارف وحشك. معايا خبرين يعني زمالك عايز تعليقك عليهم قبل ما اقولهم. يعني طبعا جوميز كان ليه تعليق على قصه احمد فتوح، كان مستغرب جدا وقال اللاعب كان ملتزم معايا تماما وما شفتش منه اي عدم التزام طول الفتره اللي فاتت، فكان متعجب جدا ومش مصدق يعني اللي بيحصل ان القصه دي حصلت، وطبعا متضايق جدا القريبين منه قالوا انه يعني كان متعصب جدا لان كان بالنسبه له فتوح مهم جدا في الفتره الجايه. يعني الراجل فجاه لقى نفسه في مطب انه ما عندوش باك ليفت اساسي كبير زي فتوح. لكن الخبرين اللي انا عايز كابتن كمونه يعلق لي عليهم، اولا يوسف اوباما انت عارف انه خلاص يعني عقده يعني الموضوع بيخلص مع نادي الزمالك، وفي كلام ان بيراميدز بيتكلم معاه وانه راح بيراميدز، لكن في تواصل حصل من جانب مسؤولين من نادي الزمالك واتكلموا مع يوسف اوباما علشان يجدد عقده ويستمر مع نادي الزمالك، لكن هو اشترط انه يكون رقمه هو رقم الفئة الأولى، بمعنى أنه أعلى عرض زي العقد اللي فات، أنه أعلى راتب أو أعلى عقد في نادي الزمالك يتساوى به يوسف أوباما، وبالتالي الأمور لسه رايحة جاية ما اتفقوش. ممكن جدا إدارة الكرة في نادي الزمالك توافق ويوصلوا لاتفاق، وأوباما بعد ما كان قريب أنه يمشي من نادي الزمالك يكمل. دي أول حاجة أخد رأي كابتن كمونة فيها. وتاني حاجة أنه الزمالك بيدرس جديا ضم كريم بامبو. كريم بامبو لعب لنادي الزمالك قبل كده وكان لعيب طبعا في النادي الاهلي، والحقيقه في البنك الاهلي من اللعيبه المميزه اللي عامله سيزون كويس جدا الفتره اللي بيلعبها مع البنك الاهلي، لعيب هداف جناح كويس وبيلعب تحت راس الحربه كمان، واحيانا بيلعب كراس حربه، معدله التهديفي كويس، وكمان الاهم انه هيبقى حر، عقده هيخلص وهيبقى لاعب حر، وبالتالي مش هيكلف نادي الزمالك قيمه انتقال. يوسف اوباما وكريم بامبو. يعني انا شايف ان يوسف اوباما لعيب كويس جدا، لكن ازعل جدا لما هو يشترط على النادي يقول ان انا اخد الفئه الاولى. خلي الناس تقيمك، في لجنه كوره او في ناس بتقيم، فهي اللي بتقيمك فئه كام وفئه كام. لكن يوسف اوباما لعيب مهم جدا في نادي الزمالك، لعيب كويس جدا، وياما شال كتير قوي نادي الزمالك، وكان هداف نادي الزمالك، وابن من ابناء نادي الزمالك، فليه شرف ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك. لكن استمراره مفيد يا كابتن. يعني انا بالنسبه لي انا من اللعيبه اللي عليه اختلاف، يعني في ناس بتشوفه من اهم لعيبه نادي الزمالك وبيخلص، وفي ناس بيقول لك لا ده بص بالنسبه لي انا يوسف امامه مهم جدا جدا جدا. حتى لو بدا او بينزل بيعمل لك شغل كويس جدا. يعني لازم موجود في نادي الزمالك. يوسف امامه من اللعيبه اللي ممكن يجيب لك جون في اي وقت، ممكن تشوفه في المباراه عادي جدا، لكن الوحيد اللي ممكن يهدف لك. غير كده كمان خلاص بقى كابتن من كباتن النادي، وبقوا قلبه على النادي خلاص، وبقى عنده مهمه كبيره جدا. حاسمه الحقيقه، ويعني ليه لقطات ايجابيه كتير مع نادي الزمالك. بص هو لعيب كويس جدا. في ناس ممكن تشوفه يقول لك عنده لا مبالاه، ما بيموتش، في لعبة كده، في لعبة كده الستايل بتاعه كده، لكن اخر ثلاث ماتشات هو اللي مكسب نادي الزمالك. مظبوط؟ ولعيب كويس جدا. ده حقيقي. والفترة اللي فاتت ما عملش مشكلة. قالوا له اطلع السعودية، طلع السعودية ورجع. مستوى بقى أعلى. لكن أنت النهاردة في أوقات اللعيب بيجي يا حسن يقع شوية. عشان التيم بتاع نادي الزمالك مش تقيل. إيه. فاهم؟ ما يقدرش يشيل برضه لوحده. لكن النهاردة حط يوسف أوباما ده مع فرقة جامدة اتفرج عليه. فبالتالي لا، أنا شايف إن يوسف أوباما يتجدد له يبقى موجود في النادي. كريم بامبو هو 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 كان ليه تجربه مع نادي الزمالك وما كانتش ناجحه. وكان مع في وسط مين؟ في وسط فرقه جامده جدا. ما جايز ده اللي ما ادالوش الفرصه انه يعني ياخد فرصته ويلعب. بالعكس يا وليد، انا النهارده لما اكون فرقه كويسه جدا، انا لما بنزل ابقى بديل في ناس هتساعدني. هل هو بامبو يقدر يشيل نادي الزمالك في الوقت ده؟ اذا كان ما قدرش يشيل البنك الاهلي وكان بيقعد احتياطه وكان بينزل. هل هو في الوقت ده؟ خلي بالك انا بحبه جدا ولعيب كويس جدا، لكن انت نادي الزمالك محتاج لعيبه خبرات، لعيبه. انت احنا بنتكلم في النادي الاهلي جايب بن رمضان وجايب مش عارف مين وجايب مين، لعيبه تقيله، والنادي الاهلي عنده استقرار فني وعنده لعيبه تقيله، فالنادي الزمالك هو اللي محتاج ان هو يجيب لعيبه تقيله، لعيبه منتخبات ولعيبه تقدر تشيل الفرقه، فاهمني؟ فانا النهارده لا، انا شايف حتى اللعيبه اللي انت جبتها السنه اللي فاتت الصغيرين اطلعوا مهاره ويرجعوا لك تاني. حتى اللعيبه ال 2003 خلي بالك، في لعيبه كويسه جدا في 2003، لعيبه هايله جدا. زي ما انت طلعت محمد محمود، طلعت احمد
حسام اشرف برضه، حسام اشرف الناس دي كده كده هيرجعوا لك. لما يرجعوا لك عندهم خبرات، لعبوا دوري ممتاز كويس، وكانوا كويسين جدا مع الفرق بتاعتهم.